اي علي لا مرش لا مرش سيد المدير، رانا ندور بافرق بمياضه، رانا نقولوا كي نخدموا بمياضه بافرق منين ذاك رانا نخلوا درهم. سجلنا أن الأسعار الآن في متناول المواطن، وهي إن شاء الله سوف تنخفض في الأيام القادمة، ولهذا يعني احنا اليوم كان الهدف من الزيارة تاعنا هو أن نقدم مساندة لتجار الجملة ليوقفوا على تموين هذه الولاية بجميع المواد. احنا اتحاد التجار عندنا أعوان ناس ما شاء الله يفيزيتيو هنا سوق الجملة، ويروحوا سوق ديطاي ثاني يتبعوا ما شاء الله ديطاي وشحال راهي يدي لامارش تاعو. في الحقيقة اسمع سيرتو في السوق الكبير تاع وسط غردايا، هو اسم ما شاء الله لابور الساعة اسم ما شاء الله الخضرة في غردايا. الأسعار تقريبا نقول لك الأسعار اسم ما شاء الله في متناول الجميع، الأسعار هي مليحة.